ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الدوري لمتابعة المستجدات الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر يونيو الجاري. وأكد رئيس الوزراء أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية، مشيرا إلى أن من شأن المؤتمر أيضا أن يسهم في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية وجذب مزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن انخفض إلى 28.1% في مايو مقابل 32.5% في إبريل، ووصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الثالث على التوالي في مايو، وعلى أساس شهري تراجعت الأسعار 7% في مايو، في حين انخفضت أسعار المواد الغذائية 3%. شهد وزير البترول طارق الملا والسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى توقيع اتفاق منح دراسة جدوى بين شركة الإسكندرية للبترول والوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية في مجال الحفاظ على البيئة بمصفات تكرير الشركة بمنطقة الماكس بمحافظة الإسكندرية. تستهدف الاتفاقية توفير تمويل من الوكالة الأمريكية لحزمة من الدراسات لتحديد وتناول أولويات احتياجات المصفات للسلامة ودعم إمكانات التدابير الاحترازية واستشعار المخاطر. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع سق الأضحية للعام الثاني على التوالي، بعدما نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125,000 أسرة مستحقة. تضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة، وبإشراف بيطري وفني كامل لضمان لحوم بجودة عالية. وأعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقا في كل محافظات الجمهورية يتم الوصول إليها، بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة والتي تضم الفئات المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى والأرامل والأيتام. وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع وسط تداولات بلغت 2,700,000,000 جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.752 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 3
93% ليغلق عند مستوى 25896 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 79% ليغلق عند مستوى 5676 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 بنسبة 95% ليغلق عند مستوى 8233 نقطة. صعدت أسعار النفط بدعم من آمال ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا و2 من عشرة بالمئة، ليصل إلى 79 دولارا و77 سنتا للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 1 من عشرة بالمئة لتصل إلى 75 دولارا و63 سنتا. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى ليلى ومصطفى. شكرا لك سار.